أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله عز وجل أن يتقبل منا. بالنسبة للسائلة التي تسأل هل هي رواية حفص أو ورش، فهي رواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى هذه الختمة، ثم بعد ذلك نختم ختمة برواية حفص، ولما لا تكون ختمات بروايات متعددة إن شاء الله تعالى، منها ورش ثم قراؤه الأصبهاني والأزرق. أننا الآن نقرأ بالأزرق ثم الأصبهاني ثم إلى غير ذلك بإذن الله عز وجل. لا ينقصنا إلا الهمة والإرادة كي نصل إلى أي شيء. فعلماء التربية
حينما عندهم قاعدة يقول لك أن كل حلم بالإرادة يحول إلى هدف، ثم إذا حول إلى هدف بعدما يحول إلى هدف تختار له السبل والطرق والأدوات كي يتحقق ويصير حقيقة بإذن الله عز وجل. سأل الله عز وجل أن يوفقنا. سننطلق بإذن الله عز وجل إلى جانب القواعد والأحكام بإذن الله عز وجل. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع حكم هو من الأحكام الكثيرة والتي لعلنا مرت معنا منها في هذه السور المباركة التي قرأنا من الحزب الستون، مرت معنا عشرات المرات، وهي قاعدة الإمالة. قاعدة الإمالة لغة هي التعويش من أملت الرمح ونحوه، من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته أو الانحناء من أمال فلان ظهره، من أمال فلان ظهره أي أحناه اصطلاحا، يعني اصطلاحا عند علماء التجويد يتقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. قلنا لغة هي التعويج أو الانحناء. التعويج من أملت الرمح ونحوه، يعني أملت الرمح يعني قمت بأي عوجته أو عوج الرمح، والأول انحناء من أمال فلان ظهره أي إذا أحنى الإنسان ينحني، فهذا إمالة اصطلاحا، وتقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. أو يقال معنى آخر ينطق بالألف الممالة، وهذا أجمل سهل في الحفظ إن شاء الله تعالى، هي النطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين. وعندنا نحن في رواية ورش كثيرة، لكن في رواية في حفص هي في قوله تعالى مجراها. نحن الآن نتكلم عن رواية ورش بإذن الله عز وجل. الإمالة هي نوعان، إمالة كبرى بين الألف والياء تماما. إمالة الكبرى عندنا في رواية الورش جاءت في موضع واحد، وهو قول الله عز وجل طاهي طاهي. والصغرى هي بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب. يعني أنها أقل من الكبرى. ولكن علماء الضبط والرسم هذه فائدة يضع نكتب هذه الفائدة حتى نعرفها ونعرف شكلها وكيف هو يعني علامتها في القرآن. يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط، يعني نقطة كبيرة دائرة مملوءة أو شكل معين حسب أنواع طبعات المصحف، لكن في الغالب تكون نقطة كبيرة تحت الراء مع تجريدها من الفتحة، يعني تلك الفتحة التي تكون فوقها تجرد. في كلمة إلى غير ذلك مجراها أو غير ذلك للدلالة على الإمالة فيها هكذا. انتهينا من قاعدة الإمالة، قلنا كل ما تكرر تقرر. الإمالة لغة هي التعويج من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته أو الانحناء من أمال فلان ظهره إذا أحناه. واصطلاحا يتقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. ويقال أيضا تعريف آخر ينطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين، وتكون في رواية حفص في كلمة واحدة يمجرها، وفي رواية ورش فيها أمثلة متعددة وموجودة الحمد لله. قلنا نوع الإمالة، هناك نوعين، الإمالة الكبرى وتعريفها يكون بين الألف والياء تماما، يعني نطقها يكون بين الألف والياء تماما، وإمالة صغرى بين الألف والياء لكنها إلى الألف أقرب، هذه الصغرى. يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط، يعني كيف هو شكلها في الرسم، من لم يتضح له شيء
نوضحه بإذن الله عز وجل. يضع علماء ضبط دائرة مطموسة الوسط، أي نقطة كبيرة أو شكل معين تحت الراء، وفي الغالب تكون نقطة تحت الراء مع جريدها من الفتحة، مثلا في قول الله مجراها. ننطلق إلى النبر. النبر النبر لغة هو الهمز وشدة الصياح، وعند العلماء اصطلاحا هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما يجاوره من الحروف. ما هو النبر؟ النبر في تلاوة القرآن الكريم ما هو؟ حتى أعطيكم المعنى. عند الوقف على بعض الحروف المشددة وجب النبر، مثلا في قول الله عز وجل الحي، نجد هنا شدة ووضوحا لحرف الياء في غيره عند الوقف. وبث مستقر، لأن الوقف سيكون على واحد فقط من الحرف المشدد. لتعدد نطقهما معا ساكنين، وكأنه سقط من التلاوة حرف فعود بذا، يعني مستقر، يعني دائما نعرف أن الحرف المشدد فيه حرفين. الوقف سيكون على واحد فقط، حي وبث مستقر، لأن الوقف سيكون على واحد فقط من الحرف المشدد. لتعدد نطقهما معا ساكنين، وكأنه سقط حرف من التلاوة فعوض عن ذلك بالانتقال من الحرف قبل الأخير إلى الأخير بضغط معين تضبطه المشافهة. هذا مصطلح علمي، يعني يكفينا منه أن عرفنا أن النبر هو عند الوقف على الحرف المشدد يكون ضغطا على الحرف المشدد. ولكن يستثنى من الوقف على الحرف المشدد أولا الوقف على النون والميم المشددتين. مثال: ولكن جان في اليم، لعدم الحاجة إلى النبر فيهما لأن الغنة مطولة. لماذا؟ لأن الغنة مطولة وقفا تشعر السامع بتشديد هذا الحرف وصلا، يعني إذا كانت هناك غنة أو إذا كان هناك وقف أو لم يكن هناك وقف فالغنة فيها تشديد. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد الوقف على حرف القلقلة. مثال: وتب الحق، لأن كلا الحرفين ظاهر في النطق، يعني نستعملها في حالة الحاجة إليها إذا وقفنا على حرف ليس هو من حروف الغنة أو من حروف المقلقلة، فالأول منهما مدغم والثاني مقلقل فلا حاجة إلى النبر فيها. يعني هذه صفة النبر نحتاجها عند الوقوف على حرفين غير حروف القلقلة أو غير حروف الغنة. عند نطق الواو والياء المشددتين، مثال: القوة قوامين شرقية سيارة حييتم. ثالثا، هذه أحوال النبر. ثالثا، عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد. مثال: دابة الحاقة ولا الضالين. أو عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين. مثال: السماء سوء وجاء شيء السوء إلى غير ذلك. هذه أحوال النبر في القرآن الكريم.
هذه أحوال النبر. من استشكل عنده، من استشكل عنده أمر، من استشكل عنده أمر فيما ذكرنا من النبر أو غير ذلك يذكره بإذن الله عز وجل. أستاذ، في تعريف النبر، النبر قلنا الضغط على حرف معين بحيث يكون أعلى. الضغط هو الضغط على حرف، على مقطع، على حرف، نتركها حرف، على حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل، بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما جاوره من الحروف، يعني أنه يتميز بهذا النبر. ليس هناك إشكال؟ مرحبا. بإذن الله عز وجل سأتكلم معكم، سأتكلم معكم عن مسألة هي مهمة في علم التجويد أو بالنسبة عامة إلى قارئ القرآن، ومن أهم الأمور في قراءة كتاب الله عز وجل، لأن فيها تأثير على المعاني القرآنية إما بالإيجابي أو السلبي. هو علم مختص بذاته، ألف فيه العلماء كثيرا، وعلم مختص بذاته يحتاجه كل قارئ للقرآن وجب أن يعلم به. هو علم الوقف والابتداء، أين نقف في القرآن الكريم ومن أين نبتدئ، علم الوقف والابتداء. نكتب، هو علم تعريفه، هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء، أي مواضع الوقف ومواضع الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. وما الغرض منه؟ فائدته نقطتان. فائدته صون النص القرآني، صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها فيفسد المبنى ويتغير المعنى. هو صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها فيفسد المبنى ويتغير المعنى، وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة، وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. نبدأ بالوقف، هو قطع الصوت على كلمة قرآنية، هو قطع الصوت على كلمة قرآنية. تعريف الوقف فقط ليس الابتداء، هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. هذا الوقف هو قطع الصوت عن كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. كتبتم؟ كتبتم تعريف الوقف؟ أظنكم أنكم كتبتم تعريف الوقف، هو قطع الصوت عن كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه بنية استئناف. جيد، جزاك الله خير. جيد، ما شاء الله. أنواع الوقف، الوقف هو أنواع، وهو ثلاثة أنواع: وقف اختياري، وينقسم إلى أقسام. جائز وغير جائز. اختياري ينقسم إلى
قسمين، جائز وغير جائز. الجائز، نعم وقف اختياري، جائز وغير جائز. الجائز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تام وكاف وحسن. وغير الجائز فيه نوع واحد وهو القبيح، يعني لا يجوز الوقف عليه، مثلا والعياذ بالله حينما يقرأ القارئ فيقف قبل انتهاء المعنى فيقول ويل للمصلين، فهذا وقف غير جائز وقبيح. اضطراري، وهو عندما يضطر القارئ إلى، يعني هذا في الاختيار ذكرناه، أما إذا اضطر إلى الوقف فيعيد المعنى. اضطراري يعني بسبب النفاس أو بسبب صعوبة الكلام إلى غير ذلك. ثم اختباري، وهذا النوع احنا قلنا اختياري وأقسامه، ثم القسم الثاني وهو اضطراري، ثم الاختباري. سنفصل في الأمر فنقول: الوقف التام، تام وكاف وحسن. نعم، الوقف التام تعريفه: والوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي إعرابي ولا معنوي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. هو الوقف على كلمة قرآنية، هذا الوقف التام تعريفه: والوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي، يعني في اللفظ لغة تعلق لفظي، ولا معنوي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. في قوله كمثلا قول الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الوقف الكافي، الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يعني هناك تعلق معنوي في المعنى لكن لفظا ليس هناك تعلق لا لفظي يوقف عليه، يعني ليس هناك تعلق يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. مثال ذلك: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذا الوقف الكافي. الوقف الحسن، وقف الحسن يعني يستحسن الوقف عليه، هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. نقول: الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعدها. إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده، إلا أن يكون رأس آية. مثال ذلك قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أو قول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الوقف القبيح، كتبتم الوقف الحسن، ننتقل
إلى الوقف القبيح، والوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بدا تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن جيد الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية، وهذا هو الذي أحذر منه، أن يقف قارئ القرآن على هذا الوقف، هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا أعاد. هو الوقف على كلمة، وهذا أكتبه بالأحمر حتى تتذكروه وتعرفوا معناه، إنه خطير، يمكن أن يكون قارئا من القراء المشهورين إلا أنه لا ينتبه إلى مسألة الوقف، ولهذا أردت أن أتكلم معكم في مسألة الوقف. الوقف أن الوقوف القرآنية، والحمد لله كان بحث الإجازة، البحث الذي قدمته لشهادة الإجازة هو في الوقف والابتداء وأثرهما في المعنى في القرآن الكريم، يعني تأثير الوقف والابتداء في القرآن الكريم، هو الوقف على كلمتين قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا لا يتعمد، هذا إن تعمد كان عليه الإثم، لا يتعمد الوقف، لأن إذا كان هناك وقف متعمد فهذا لي لأعناق النصوص وتحريف لمعاني القرآن. لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا أعاد، يعني إذا وقف عليه القارئ مضطرا أعاد. كتبتم؟ هل كتبتم التعريف؟ مثاله، مثاله أن يقرأ القارئ، أن جيد أستاذ، جيد ما شاء الله، من أمثلته أن يقف القارئ على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر، هذا إن قرأ القارئ والعياذ بالله إن الله لا يغفر، أو قال الحمد لله يا ربي وترك العالمين، أو قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هنا يتغير المعنى. هذا لهذا سماه العلماء الوقف القبيح، وبعض العلماء سماه الوقف الحرام، هكذا نعم يتغير معي معنى الآية، أننا إذا قلنا إن والعياذ بالله إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، فقد قلنا أننا أمرنا الذين آمنوا أن لا يقربوا الصلاة والعياذ بالله، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، هذا تغيير للمعنى، إلا أن الأمور الأولى والآية الأخرى فيها ضرب للعقيدة، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، يرجع الضمير على أن يوسف أكل متاع إخوته فأكله الذئب. قاعدتان في الوقف، قاعدتان في الوقف، الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، يعني أن الوقف على رؤوس الآية، مثلا نقرأ سورة، نقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب كيف تقرأ؟ فقد سئلت أمنا عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أنه كان يقف على رؤوس الآية، نقرأ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس قاعدة ثانية وهي أنك إذا ليس في القرآن وقف واجب أو حرام شرعا إلا ما أفسد المعنى، نعرف هاتين القاعدتين،
ليس في القرآن وقف واجب أو حرام شرعا إلا ما أفسد المعنى. أعطيكم بعض التنبيهات، هذه تنبيهات في الوقف مهمة لقارئ القرآن. اكتبوا تنبيهات. لا يوقف على الفعل دون فاعله. الوقف على رؤوس الآي سنة، سنة أي أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كما قلنا سئلت أمنا عائشة كان كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقف على رؤوس الآي. جيد، نقول تنبيهات من الأمور التي لا يجب على القارئ أن يقع فيها في مسألة الوقف. لا يوقف على الفعل دون فاعله، يعني ما نوقفوش على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون مفعوله، ولا على نعم الوقف على رؤوس الآية سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يوقف على الفعل دون فاعله، ولا على الفاعل دون مفعوله، ولا على حرف الجر دون مجروره، ولا على المضاف دون المضاف إليه. لا يوقف على الفعل دون فاعله، ولا على الفاعل دون مفعوله، ولا على حرف الجر دون مجروره، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدأ دون خبره، ولا يوقف على الموصوف إلى غير ذلك، إلى كل المتعلقات، يعني الموصوف دون الصفة والمعطوف عليه دون المعطوف، ولا على صاحب الحال دون الحال إلى غير ذلك، ولا على العدد دون المعدود. علامات الوقف تختلف. عندنا في رواية ورش في المصحف المحمدي نجد علامة الوقف تكون مثل الصاد، لكن رقبتها تحت عندها خط تحت مثل الهمزة، مثل الهمزة. ولكن هناك بعض الأنواع، يعني لبعض المصاحف قسمت بين الوقف اللازم والوقف الممنوع والوقف إلى غير ذلك بإشارات إليه إلى غير ذلك. هل كتبتم كل ما ذكرناه؟ لأن نعم لا يوقف على الفاعل دون مفعوله، ولا على كذا ولا على كذا إلى غير ذلك من الأمثلة. هناك مقارنة بين الوقف والسكت والقطع. ثلاث ألفاظ، هناك وقف وسكت وقطع، يعني أن الوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى وقف وسكت وقطع. الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، وهو الذي ذكرنا بنية استئناف القراءة. السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. السكت، هذا السكت جاء في بعض الروايات، السكت في الحروف هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، يعني لا يجوز التنفس في السكت. القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية الإعراض عن القراءة، ومحله رؤوس الآي تامة المعنى. كتبتم المقارنة بين الوقف والسكت والقطع؟ كتبتموها؟ أو أن هناك ما زال هناك من لم يكتب شيئا؟ كتبتموها؟ لا لا،
هناك مقارنة بين الوقف والسكت والقطع. الوقف قد سبق التعريف له، هو قطع الصوت على كلمة قرآنية، هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، هذا هو الوقف. والسكت هو قطع الصوت، السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية، قلنا السكت، نعيد السكت، السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن، حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. القطع هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية، كلمة قرآنية بنية الإعراض عن القراءة، ومحله رؤوس الآية تامة المعنى. هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية الإعراض عن القراءة، ومحله رؤوس الآية تامة المعنى. كتبتم؟ هل كتبتم؟ هل كتبتم؟ نعم. الوقف والسكت والقطع. نعم، جزاك الله خيرا، ما شاء الله. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الابتداء. الابتداء، الابتداء، أنواع الابتداء بتلاوة القرآن الكريم، أنواعه ينقسم إلى قسمين، اختياري واختباري. الاختياري هو ابتداء حقيقي في أول التلاوة سواء في الصلاة أو غيرها، وابتداء حقيقي اختياري، هذا وابتداء حقيقي وقع في أول التلاوة سواء في الصلاة أو غيرها. وينقسم إلى قسمين، جائز وهو تام، ابتداء تام، جائز بين قوسين تام، يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقه، وغير جائز، البدء من وسط موضوع يجعل السامع لا يفهم أول الكلام. ابتداء إضافي، وهذا يدخل في الاختياري، حتى هو يدخل في الاختياري. ابتداء إضافي تقدمه تلاوة ووقف في المجلس نفسه، يعني في نفسه، يعني هو ابتداء إضافي، يعني كنا بدأنا القراءة ثم بدأنا بعد ذلك، تقدمه تلاوة ووقف، أي أن وقفنا على وقف ثم ابتدأنا في المجلس نفسه أو في نفس القراءة. وينقسم إلى جائز وغير جائز، فالجائز منه هذا مثله مثل ما تكلمنا عنه سابقا في الوقف، فقلنا أن الجائز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تام وكاف وحسن، وغير الجائز ينقسم في قسم واحد وهو القبيح. نقول تعريف البدء التام، البدء التام، البدء التام هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي. البدء التام هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي. مثال أن نبدأ بأول السور، أو قول الله عز وجل أفلا تذكرون،
أو قول الله عز وجل ولقد أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا. نبدأ من ولقد أرسلنا، ولقد أرسلنا نوحا. البدء الكافي هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. إذا لاحظتم معي لو أزلنا هو البدء وقلنا هو الوقف سنجد أنه نفس الكلام الذي تكلمنا به سابقا. هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. البدء الكافي هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. مثال: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فنبدأ فقال الملأ الذين كفروا. البدء الحسن هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن البدء بها يعطي معنى تاما. البدء الحسن والبدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن البدء بها يعطي معنى تاما، ويكون ذلك بعد وقف اضطراري يرجع القارئ قبله ليربط المعنى. قلنا هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن البدء بها يعطي معنى تاما، ويكون ذلك بعد وقف اضطراري يرجع القارئ قبله ليربط المعنى. مثال ذلك: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، ثم يقف ثم يبدأ بأولئك هم المتقون. يعني يقرأ والذي جاء بالصدق وصدق به ثم يبدأ من أولئك هم المتقون. البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية. قلنا والذي جاء بالصدق وصدق به، يقف عليها ثم يبدأ بأولئك هم المتقون، هذا بدء حسن يعني يستحسن، فيه إبراز للمعنى أو إبراز للجزاء. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك إلى غير ذلك. البدء القبيح والبدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والبدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والبدء بها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا لا يصح البدء به. قلنا البدء القبيح والبدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والبدء بها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا لا يصح البدء به إلا أن يكون رأس آية. مثال: قول الله عز وجل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فيبدأ به بدءا إضافيا. ومثال ما لا يصح، يعني ما لا يصح، مثلا قول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم يقف على فلما استوقد نارا، فلما يبدأ بفلما، فلما أضاءت ما حوله. أو قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فيبدأ ما بعوضة فما فوقها. فلعلنا بإذن الله عز وجل نقف عند هذه القاعدة أو هذا العلم الذي هو علم شامل كامل، يعني يحتاجه كل قارئ لكتاب الله عز وجل أن يعلم ويعرف ويتحقق ويحقق الوقف والابتداء، لأن علم الوقف والابتداء بغض النظر عن قولنا أنه ضابط
ضابط لمعاني القرآن، إلا أنه يزيدك تعلقا بالمعاني، يعني أنه من الأمور التي تساعدك على التدبر في المعاني حتى لا تقف وقفا قبيحا، وحتى تقف وقفا حسنا، حتى تقف وقفا نعم أنواع وينقسم إلى قسم اختياري. ما لعل هناك استفسار، استفسار لأن هناك استفسار في نقاط أنواع وينقسم. نعم جيد. حبذا لو كان هناك خطأ رجاء التنبيه عليه. نعم في التلاوة بإذن الله عز وجل، لهذا أقول لكم أن جانب التلاوة حينما يكون هناك أمر ننبه عليه. ولعل مسألة الوقف والبدء، مسألة الوقف والابتداء هو موضوع جميل، لعلي أدلكم إن شاء الله تعالى دقيقة وأحضروا كتابا وأعطيكم صاحبه، هو في الوقف والابتداء وهو جميل هذا. سامحوني جزاكم الله خيرا، ذهبت إلى المكتبة، يعني بعض الكتب هي من هذا من مؤلفات المتأخرين في الوقف والابتداء. الكتاب اسمه الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن، سجلوا هذا العنوان، الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، لصاحبه الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض صالح. يعني من لم يتيسر له شراء الكتاب، هذا طبعته طبعة دار السلام، لعله الطبعة الثانية سنة 2008. أنا هذا الكتاب أتوفر عليه، وهو كتاب الوقف والابتداء، إلى غير ذلك من الكتب التي أتوفر عليها، إلا أن ضيق الوقت، الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم. هذا الذين اختصوا، يعني خصوا هذا العلم بالتأليف. ثم هناك الوقف والابتداء لأبي الحسن، أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الغزال النيسابوري، المتوفى سنة 516. نعم الوقف والابتداء، لعلي أضع لكم صورته هنا عبر لم يتيسر أن أضع لكم صورته، هو هذا الكتاب. لم يتيسر الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، قلنا لصاحبه أستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض صالح، طبعة دار السلام، طبعته دار السلام. نعم إلى غير ذلك، كتاب طبعته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، يعني دار جائزة دبي. والوقف والابتداء يتكون من 3 مجلدات، هذا الوقف والابتداء لصاحبه أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري بن أحمد بن محمد بن الغزال النيسابوري، المتوفى سنة 1650، حققه الدكتور طاهر محمد الهمس في 3 مجلدات، وهو طبعة جميلة، يعني تطرق فيها هذا من كتابات المتقدمين، تطرق فيها إلى أنواع، وذكر فيها صور القرآن الكريم، يعني أجمل فيها هذا. إلى غير ذلك ممن ألفوا في هذا العلم تأليفا ليس خاصا وليس مفردا، بل جعلوه مبحثا من مباحث هذا العلم. بإذن الله عز وجل ننتقل إلى جانب وإن شاء الله تعالى للسورتين التي ذكرنا أو التي قرأنا في البداية. نبدأ بإذن الله عز وجل. كلما أضيفت قاعدة
قاعدة كلما أصبحنا مكلفين بتطبيقها في القراءة. من يبدأ بإذن الله عز وجل؟ من يبدأ؟ الوقت يمر، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل أبدأ أستاذ؟ إن شاء الله تعالى تقرأين سورة الزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جيد، من يقرأ سورة العاديات بإذن الله عز وجل؟ جزاك الله خيرا. إن شاء الله تعالى. لعل الأخت سناء أمدتكم بالكتاب، فجزاك الله خيرا. نعم، أمدتكم برابط الكتاب بإذن الله. انطلقين بإذن الله عز وجل في التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان. لعل الصوت غير مسموع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم، جزاك الله خيرا. هل من قارئ سيقرأ أو قارئة ستقرأ بإذن الله عز وجل؟ أبو بكر، مرحبا. أستاذ معلش نقرأ. مرحبا، سورة الزلزال بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا ذرة مفخمة، ليس هناك سبب من أسباب الترقيق. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاك الله خيرا. الراء ذرتين مثل شر، مثل الراء شرا مثل يرى، يعني تقرأ مثلهم، ليس هناك ترقيق. جزاك الله خيرا، مجهود بإذن الله عز وجل حسن إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. من يقرأ سورة العاديات؟ من يقرأ سورة العاديات؟ من يقرأ؟ أقرأ أستاذ. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم، جزاك النموذجية إن شاء الله تعالى حتى نختم هذه الحصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء أو شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتجاوز عنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع البرار يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا في جوارك وفي كنفك وتحت رعايتك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين يا رب العالمين، وأكرمنا فيه بالعتق من النيران يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجز عنا خير الجزاء، من علمنا ومن كان سببا لنا في الحياة ومن كان سببا لنا في كل شيء يا رب العالمين بعدك. اللهم اجز عنا خير الجزاء، والدينا ومن علمنا ومشايخنا ومن له الحق علينا يا رب العالمين. الله عز وجل أن يفتح بصائركم وأن يوفقكم وأن يجعلكم ويجعلكم جميعا من الحافظين الحاملين لكتاب الله عز وجل العاملين به. سأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي الإخوان القائمين على هاته المنصة خير الجزاء. سأل الله عز وجل أن يقضي لهم الأغراض ويوفي لهم المراد ويسر لهم كل أمر عسير كما يخدمون كتاب الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لهم خداما من عنده، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال ويجعل أعمالهم في الصالحين يا رب العالمين. ولعل وسأل الله جل وعلا أن يقضي كل أمر عسير لكل حاضر منكم. أسأل الله عز وجل أن يقضي أمره. اللهم يا فالق الحب والنوى، اقضي لكل حاضر منا من الخير ما نوى وفوق ما نوى يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وقبل أن أختم هذه الحصة أوصيكم بأن تراجعوا منذ البداية، أن تراجعوا كل جميع الصور التي درسناها في الحصص في هذه الحصص المباركة ابتداء من صورة الأعلى، أن تحفظ حفظا تاما، أن تكون وردا لكم يوميا، تقرأ 3 مرات أو 4 مرات في اليوم من صورة الأعلى إلى صورة العاديات، حزب إلا ربع بإذن الله عز وجل. نعم تصلون بها في رمضان وتقومون بها إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ثوابها، وأن يجعلنا وإياكم من خير ممن يسلق فيهم حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا رب تقبل منا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. لا تنسوها، قرأوها، املأوا بها أوقاتكم، حاولوا أن تقرأوها وتتدبروا فيها وتعلموا معناها، لأنها تحمل معاني كثيرة بإذن الله عز وجل. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم للصيام والقيام وأعمال الخير، وأن لا تشتغلوا عن هذا الشهر المبارك بفتن الدنيا ولا بملاهي الدنيا ولا بسبل التلفاز وكذا وكذا إلى غير ذلك. شغلوا أوقاتكم بالقرآن، وإن تيسر لكم حفظوا ما تبقى من الصور الأخرى احفظوها بإذن الله عز وجل. استغلوا رمضان، استغلوا رمضان، استغلوا